رح نروح لخبر آخر وجاستن ترودو. جاستن ترودو هو رئيس الوزراء الكندي الوسيم صاحب الشهرة والشعبية الواسعة وخاصة بين الفتيات. صدر اسمه منصات التواصل بالساعات الأخيرة بعد نشر صورة له بتعود لعام 2001 ظهر فيها، طبعا هذا جاستن ترودو، ظهر فيها وهو متنكر بزي عربي وواضع مساحيق باللون الأسود على وجهه. هالتصرف اللي اعتبره الكثير من المغردين والكنديين ايضا هو تصرف عنصري تجاه اصحاب البشره السمراء. توقيت الصوره اللي انتشرت تزامن مع الحمله الانتخابيه اللي عم بيخوضها ترودو بالانتخابات الفيدراليه المقرره ب 21 اكتوبر المقبل لحتى يتسلم ولايه ثانيه كرئيس لوزراء كندا، والشيء اللي ممكن يهدد حمله الاعاده اللي عم بيخوضها وتقل ثقه الناس فيه بعد ما كان من اول المدافعين عن الاقليات العرقيه في السنوات الاربعه اللي اضاها كرئيس للوزراء. تصرف ترودو قوبل بحمله شرسه ضده على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن في المقابل في اشخاص اعتبروا هالتصرف الخاطئ يلي قام فيه ترودو والصوره الخاطئه يلي صارت ب 2001 هو تصرف غير مقصود وجل من لا يخطئ. خلينا نشوف كيف كانت أبرز التعليقات حول هالموضوع من قبل الكنديين. طبعا نحن قمنا بترجمة بعض التغريدات من الإنجليزية إلى العربية، ونحن نبدأ مع أول تغريدة يلي قالت: دائما ما يدعي السياسي المضطرب ترودو أنه لا يعرف أن ارتداء البلاك فيس أو البراون فيس، البلاك فيس أو البراون فيس هو يعتبر إيحاءات عنصرية وتسفيه لأصحاب البشرة السمراء. كان خطأ في عام 2001، وخاصة أنه يدعي حماية ودعم الأقليات، فكيف لك ألا تعرف ماذا يعني هذا الوجه؟ أما خلينا نشوف أيضاً كمان تغريدة أختها باسم شارب. شارب قال: يبدو الأمر وكأن السيد ترودو لم يفكر أبداً في نفاق أفعاله وأنه يدعي البراءة، ولكن في مقابل ذلك هو داخله مليء بالعنصرية. كندا تستحق الأفضل. أما نحن ننتقل لشيلا يلي قالت أيضاً: لا يوجد سياق لا يكون فيه شخص ما غير مسؤول عن الأشياء التي قام بها في الماضي. ترودو يجب أن يحاسب ولا يجب أن نقوم بانتخابه لترأس ولاية ثانية. لا مكان للعنصريين بيننا. أما أخيراً بعض الأشخاص ووجهات النظر الأخرى يلي قالت أنه ترودو غلط وهذا الشيء غير مقصود، وقال يجب أن تغفروا لترودو لأني ما بظن أنه كان بيقصد هذا الشيء. للأسف قد يستغرق الأمر وقتاً أطول من هذه الدورة الانتخابية للقيام بذلك. تذكروا مانديلا في النهاية غفر عنصرية غاندي المتفشية. طبعاً بعد الحملة الشرسة يلي انتشرت على منصات التواصل اللي واجهها ترودو وهذا الشيء بيأثر عليه في حملته الانتخابية، ظهر طبعا ترودو بلقاء صحفي واعتذر على الشيء اللي صار وعلى الصورة اللي انتشرت واللي استغل أعداؤه لإبعاده عن توليه ولاية ثانية. خلونا نشوف شو قال ترودو بهاللقاء الصحفي من بعد نكمل حلقتنا. إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حين ذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصري وأعبر عن أسفي شديدا لذلك. كنت متنكرا بزي علاء الدين ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك. لقد عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب.